العمل عبادة والعمل أسلوب لكسب الرزق الحلال ولقمة العيش، وأيضا العمل مو مجرد يمكن فرض على البعض بمقدار ما هو مجال للالتزام والإبداع والتميز وأيضا المثابرة. لكن البعض يا آية خاصة برمضان بيشوف الشغل أو العمل عذاب، مشقة، عقوبة، ليش الله فرض علي انزل اشتغل أنا كل يوم؟ العمل عند هيك ناس هو إن عظمت قضاء واجب بالحد الأدنى صلى الله بارك. فكيف ممكن نتخلى عن هالموضوع إنه نحن عم نقوم بالعمل بس فض غبار عن الكتف؟ وكيف ممكن نآمن إنه فعلا العمل عبادة ونخلص بالعمل؟ حديثنا لليوم مع فضيلة الشيخ مصطفى رقوقي، عضو الفريق الديني الشبابي، حول هالأفكار وغيرها الكتير. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. مساء أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مبارك إن شاء الله علينا وعليكم. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا فيك معنا. عم نحكي على العمل، وذكر ورد أنه بشهر رمضان المبارك الكثير من الأشخاص بيتخاذلوا، خلينا نقول أكثر بالعمل. فلهيك من واجبنا أنه نذكر حالنا ونذكر كل حدا أكيد عم يتابعنا بقديش مرتبة العمل هي مرتبة كبيرة بالإسلام. فخلينا بداية نحكي أكثر عن مرتبة العمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أستاذ ورد أنسي آية، لم يترك لنا ديننا الحليف شيئا إلا علمنا إياه. حقيقة ديننا صالح لكل زمان ومكان. ديننا أعطى العمل أولوية واهتم بشأن وحث على العمل. فننطلق من قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل كما تفضلت في البداية هو عبادة، وفي حديث آخر العمل هو الجهاد. لذلك لو رجعنا إلى حياة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم لوجدناهم أنهم كانوا يعملون. فهذا سيدنا محمد كان يرعى الغنم، وقال: ما من نبي إلا ورعى الغنم، ومن ثم اشتغل بالتجارة. وهذا سيدنا يوسف كان وزيرا، وزير مالية كما يقولون اليوم. وسيدنا داود كان حدادا وعلمناه صنعة لبوس، يعني كان يصنع الدروع، وكانوا يكتسبون ويسترزقون من هذا العمل. إذن العمل هو شرف الإنسان، العمل هو عبادة، العمل هو جهاد كما وصفه صلى الله عليه وسلم. لذلك أفضل كسب، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، قال: عمل الرجل بيده، كي لا يلجأ إلى الناس أو يفتقر إلى الناس. فكرامة المسلم عزيزة عليه، كرامة الإنسان عزيزة عليه. إذا لم يعمل ماذا يصنع أستاذ ورد؟ يجلس في البيت ينتظر لقمة من هنا مشكلة وأخرى مشكلة من هنا. لذلك العمل هو أساس ومن أساسات الدين التي علمنا وحثنا عليها صلى الله عليه وسلم. بس بدي أضيف نقطة أنا، أو أنطلق من نقطة كثير من المشاهدين اللي عم يتابعونا حاليا بيقول لك: إيه وين الشغل لأعمل؟ تفضل عم يحكوا على التلفزيون إنه عملوا والعمل، وكأنه العمل مقتل بعضه عنا ببلادنا. طيب شو صفات العمل اللي هو يؤجر عليه الإنسان أكثر شيء؟ كيف يكون العمل خالص لوجه الله مهما كانت الأعمال؟ ممكن يكون أنا معي شهادات هندسة، طب، محاماة، وعم بشتغل مهنة تانية بسبب الظرف الاقتصادي، كيف أخلص بالمهنة؟ ما في شك أستاذ ورد، نحن يعني خلينا نكون منطقيين. اليوم في نقص في الموارد. هلا أنا كأستاذ أنا أعمل أكثر من عمل، لماذا؟ كي لا ألجأ إلى الحرام، كي لا أدخل إلى بطون أولادي حراما. أنا لا أرضى بهذا الشيء. والله من يومين أنا صعدت بالتاكسي، سلمت على السائق محامي يشتغل يعني في المحاماة، وسائق تاكسي. لماذا؟ قال لي: أنا بدي أشتغل. يعني إذا بحثنا نجد عمل أستاذ ورد، يعني إذا بحث أحدنا يجد العمل. طيب اليوم الدخل قليل، هلأ كموظف الدخل لا يكفي حقيقة، يعني إحنا واقعيين هلأ. طيب ماذا أصنع؟ إذا أنا التزمت وانضبطت وعملت عملا آخر ما في مشكلة. وكيف أخلص في العمل؟ كيف أخلص أؤدي العمل؟ عملي على أتم وجه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما في شك الإخلاص هو الإتقان. يعني هلأ أنا كمدرس أدخل إلى طلابي، والله لا أخرج من الصف إلا وجميع الطلاب
قد فهموا الدرس وألقوه وألقوا الدرس أيضا. ولا يعني ما مثل بيقول ما بيطاوعني ضميري اخرج انا القي الدرس شلون ما كان وامشي، هي تضيع وقت او تمريك وقت مثل ما بيقولوا، لا هذا شيء خطا. الاخلاص في العمل في اي مجال في اي مهنه من المهن هناك اخلاص، مراقبه الله عز وجل. يعني انا هذا العمل في اجر وفي اجره، يعني اي عمل تقوم فيه حتى الان العمل الذي تقوم فيه انت ان شاء الله اجر واجره. لماذا؟ لانك تعمل من اجل حاجتك، وايضا نعمل من اجل انه نصل فكره للناس ايضا، هذا في اجر في ثواب. اذا اي عمل اقوم به في اجر وفي اجره من الله عز وجل. مراقبه الله عز وجل، انا عندما اقوم باي عمل اقصد به وجه الله. طب عندما نقوم بالعمل نحن نقضي حوائج الناس، اي عمل يكون يعني انا اكسب الاجر وغيري ينتفع من هذا العمل. اذا عندما تذكرت عندما دخل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى قوم قعدوا في المسجد بعد الصلاة، قال لماذا أنتم قاعدون؟ يعني سموا نفسهم المتوكلون، فقال لهم إن الله لا يحب الذي يجلس ويتواكل ولا يتوكل أبدا. الرزق عند الله يرزق بعضكم بعضا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن مرفوض يعني عكس العمل. شوفي عنا بطالة كسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الكسل ومن العجز. لذلك العمل شيء أساسي في عند الإنسان، مهما وهو يرتقي الإنسان بعمله له قيمة. نعم كثير من الأشخاص يمكن فضيلة الشيخ اللي عم يتابعونا بيكونوا عم بيقولوا أنه أنتوا عم تحكوا على إتقان والإخلاص بالعمل، طب أنا بالمقابل يمكن ما عم بتقاضى أجر مادي بيسمح لي، أنا عم باخد راتب مثلا كتير قليل وعم تطلبوا مني كمان أتقن عملي، فالواحد ببطل عنده الشغف أو القدرة على الإعطاء أكثر بالعمل بشكل أنه هو يتمه على أكمل وجه. لو كل حدا فكر بهي الطريقة أو بهذا الأسلوب لوين حنروح يعني؟ هلأ مثل ما تفضلتي كمان أيضا ننظر إلى المدراء وإلى المسؤولون، يعني العمل أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. أنا أستطيع أن أدعم هذا العامل، هذا الموظف أدعمه بما أستطيع، ولكن عنده هو سقف معين يقف عنده. هناك في موضوع كتير كتير جميل وهو البركة أنسي آية. والله يا أستاذ ورد مجرب، يعني أحيانا الراتب يكون قليل، وحقيقة هلأ لو سألت أحدهم بيقول لك أنا بيجيني دخل 100,000 مثلا بصرف مليون، هيك هذا حال الناس اليوم في الشارع فعلا. طب كيف أنت عايش؟ عن جد كيف عايش؟ أنت بيقول له ترك على الله. يعني اليوم في أنسي آية البركة موجودة حقيقة. أنا عندما أتقن عملي حقيقة يعني أنا إذا الدخل كان بسيط يعني أنا بهمل عملي، هذا أنا عم بعطي رسالة. أنا أي عمل يعطي رسالة للآخرين، فهذا لا يليق أبدا في إنه أنا والله لأنه الأجر قليل أنا لازم أشتغل على قد الأجر وأهمل العمل، وربما عندي 60 طالب بالصف إن شاء الله أنا بأدي يمكن ربع المنهاج بس أنا عم باخد راتب كأستاذ أو مدرسة 90,000 آخر الشهر، خلاص بعطيهم على قد ما هنن عم يعطوني، هذا لا يجوز. حتى أستاذ سألت سائق التاكسي أنا يقول لي والله أحيانا تصعد معي امرأة عجوز قاطعة في السن يعني تعطيني مبلغ زهيد، قال لي والله أقبله. ما في لا يمر اليوم إلا الله عز وجل يعوضني. الله يكثر من أمثاله يعني. لذلك في الخير والله موجود، الخير موجود بأمة سيدنا محمد. بس لحتى نجاوب على نقطة كمان، كيف راتبك 100,000 عم تصرف مليون؟ أنا بقول لك كيف. أولاً رب العالمين عم يترقف بحالنا. ما في شك. ثانياً مثل ما ذكرت كل حدا مننا اليوم عم يشتغل شغل واثنين وثلاثة وأربعة. والعائلة الواحدة عم يكون فيها أربع أشخاص كل حدا عنده إنكم. راتب شهري وكل حدا عم يشتغل شغلين، ظروفنا صعبة بدنا نتأقلم وبدنا كمان ما نتخاذل ونركن إلى الاستسلام، لا بدنا يعني ننهض بحالنا وإلا ما حدا رح يكون بعوننا غير الله عز وجل. طيب اليوم الإسلام هو دين يصلح لكل زمان ومكان، فأنت لما ذكرت فضيلة الشيخ بالبداية أنه بطاقة وصف وظيفي فعلا بعلوم الإدارة، يعني كيف بيحدد المهام وتعاملات اللي بيشغل أجير والأجير كمان مع صاحب العمل؟ كيف نظر إلى حقوق العمال الإسلام؟ سبحان الله، كما قلت قبل قليل يعني أول حق من حقوق العامل
انه انا يعني شغله ضمن ساعات معينه، يعني هناك شروط. انا عندما ادخل الى اي مصنع، اي معمل، اي شركه، يعني اقرا البنود، يعني هناك 8 ساعات عمل. في بعض الناس 9 ساعات، 8 ساعات ونص، هذا يعني مشكلة. بجور على العامل، بجور على العامل. وموضوع الـ 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 الأجرة، يعني يدخل الشهر الآخر هو لسه مو قابض راتبه، يا أخي هذا عليه التزامات وراء أولاد وراء مصاريف، أعطي الأجيرة أجره، قال صلى الله عليه وسلم، قبل أن يجف عرقه. هذا من وإن استطعت أن تكرم العمال. هلا شهر الكرم، شهر رمضان. حتى أنا أحد الأشخاص، والله يا أستاذ الآن خطرت ببالي هذه القصة، أحد الأستاذ عنده، أحد الأشخاص عنده شركة، ويعني عنده العمال يعلم بوضع كل عامل منهم، كلهم فقراء. عندما يخرج زكاة ماله يخصص لكل عامل من عماله ظرف غير العيدية زكاة المال. يعني عندما يكرم هذا العامل ماذا يصنع؟ يزداد الجهد عن سآية ويزداد العطاء. هي إجابة على سؤالها لآية، أنه فقد الشغف والحماس. أبدا، لذلك هو يعني مثل ما يقول ضرب عصفورين بحجر واحد. زكاة المال بده يدفعه ويدفعه للفقراء، أعطاها للعمال العامل الذي عنده الفقير، وبنفس الوقت يعني هذا العامل لن ينسى هذا الإكرام. سبحان الله، جبلت النفوس على حب الخير، على الإحسان. طبيعة النفس البشرية تحب الإحسان، لذلك عندنا العامل عندما نعطيه حقه، إن استطعنا أن نكرمه فلا نقصر، إن استطعنا أن نرحمه فلا نقصر، لا سيما نحن في شهر رمضان. يجب يعني هناك أنا قاعدة أمثل بها، العامل الشغيل اللي عندك إذا بدك تنظر له مثل ولدك، يعني أنت مو تعتل عليه، تحمل عليه، يعني تتعبه لأنه هو عامل وعم تعطي أجر. أنت لابنك بترضى هالشيء، حب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذه قاعدة ذهبية عندنا. تمام، أن نرأف بالعمال، أن نرحمهم، ما استطعنا والله عز وجل هو أكرم الأكرمين. صحيح، والله أوقات حتى الكلمة الحلوة يعني مجرد جبران كلمة خاطر. يعطيك والله جبران خاطر، والله كل واحد تفضل. ما بدي مصاري، ما بدي شيء، بس أدرولي تعبي. أن يدخل على عماله بابتسامة، الله يعطيكم العافية، يعني اليوم جهود جبارة، اليوم جهود جميلة، كما تفضلتي، هذه إيجابيات وشحنة. تمام، يشحن بها. صحيح، العامل والصانع. تمام، يعني تفاصيل كثيرة أكيد أخذناها من حضرتك فضيلة الشيخ، شكرا كثير لوجودك معنا. رمضان الله. كريم وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، رمضان مبارك عليكم. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، وإن شاء الله يتجدد لقاؤنا قبل انتهاء رمضان. أهلا وسهلا فيك.